السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هواي شباب كتبوا لي شلون تصير السباقات بأمريكا. السباقات بأمريكا كالتالي، خلينا أحكي لكم إياها بنبذة وبسرعة. أولا يوم 25/11 يجمعون الأم والأب، الذكر والأنثى للتفريخ. ليش؟ لأنه هذا الوقت راح أقول لك ليش. وراء 10 أيام راح يوضعون البيضة الأولى، إحنا دخلنا بال 12، وراها ب 18 يوم راح ينتجون الأفراخ. بعض الأشخاص أغلب هذول الأبطال بالذات يشيلون بيضة. ليش؟ يقول لك أنا أريد الأم والأب يطون كل قوتهم يصبوه على واحد، وينتج من بالسنة بس مرتين من هذا الزوج أو الزوجين أو الزوج عفوا، واحد أو اثنين أو أربعة بالزايد بالسنة، يعني أربع مرات أو ثلاث مرات. هذا حتى ينتج سلالة قوية وبيها مناعة، عندها مناعة. فيجمعون يجمعون 25/11 10 أيام يضعون البيض، وراها ب 18 يوم يتم التفريخ، بعدها بأسبوع تقريبا يخلون الحلقة. هاي احنا دخلنا شهر الواحد. ليش شهر الواحد؟ حسبون حساب شهر الواحد اجت الحلقات الجديدة. هنا ممنوع تشتري حلقات، اصلا ممنوع حتى لو تجيبها من الصين ممنوع تستخدمها هنا، ولا راح يعترف بهذا الطير. فلهذا لازم يكون الحلقات حلقات خاصة بالAU American Union American Racing Pigeons Union. ليش؟ لأن هذا الاتحاد الأمريكي هو اللي يجيب يعطيك إياه، يجيك يوصل لك لبيتك أول أسبوع من شهر الواحد، يوصل قرض فرض لازم يوصل. من يوصل لك يعرفون أنت بهذا الفترة عندك أفراخ بعدها ما مستحقة، تخلي الحلقات. هذا الفرق من اجى مثلا خلينا نقول 2017 شهر الواحد صار عندي افراخ، شاركت مثلا بسباقات، شو وقت اشارك ابدا ادرب بيهم؟ يبدي التدريب تدريب تدريب تدريب، ومثل ما نعرف تدريب الافراخ بعد ما تعزلهم من امهم وابوهم، شو وقت تعزلهم؟ تعزلهم من يكون الريش تحت الجنح كامل، تبدي تعزلهم. بعدها باسبوع تقريبا يبدون يصعدون على الرفوف، بعد ما يصعدون على الرفوف ابدا اطلعهم. راح نجي على فيديو ثاني ان شاء الله شلون تخريجهم، لان بعض الشباب كثير من الشباب قالوا لي انه احنا نفقد كثير من الحمام، والحمد لله احنا ما نفقد هنا الحمام بس بسبب الصقور، غير هذا ماكو فقد ان شاء الله. وان شاء الله نعلمكم الطريقه المثلى، اذا ما عندكم صقور فانتم بامان ان شاء الله ما تفقدون اي طير. فبعدها يبدي التدريب، بعد ما يبدي التدريب يبدي التدريب مع النادي ماتك اللي هو شهر 6 7 8 9. وراح اقول لكم خلينا نرجع بالبدايه، شهر 5 يتوقف تكاثر نهائي، بعد ماكو عندنا هنا يفصل الذكوره ساري فاصل الذكوره على الاناث. ليش؟ لانه انت بالصيف مثل ما قلنا بالفيديوهات السابقه ما نريد ننتج نوعيات ضعيفه. زين احنا هنا قبلها قلنا نجي على التدريب، بعد ما دربتهم شهر راح تبدي تدرب، عازل الابناء الافراخ عن امهاتهم، دربتهم، تاخذهم عدوية الكلوب مالتك ويا النادي، ياخذوهم بسيارات تريلات خاصه يشحنوهم يودوهم يهدوهم يوميا، انت تنظم بهش حال الساعه يشوفون منو رجع منو كذا، ماكو جواز على هذا الشيء. بشهر 9 شهر الى شهر 11 هنا يبدي السباق الرئيسي بين النوادي واختيار الفائز في كل ولايه، وبعدين الفائز من هاي الولايه يشاركون عده ولايات، ويجي هنا يقول لك هذا تشامبيون. شنو تشامبيون هنا؟ معناه الفائز او البطل، البطل معناه عندنا بالعربي البطل العالمي، هنا البطل على مستوى امريكا. يحصل شهاده من الايو اللي هو الاتحاد الامريكي. هي هذه سلسله تكاثر وسباق في امريكا، في السباقات في امريكا. بعد ما اعرف اذا انا اجتازيت اي مرحله، لكن ان شاء الله ما اجتازيت. قلنا من شهر 11 تبدي 24 الى 25/11، مرورا الى شهر 9 الى شهر 6/5 وبعدين تدريب، وبعدين جمع مره ثانيه، والسباقات تبدي في شهر 9 الى شهر 11. تقبلوا تحياتي، اخوكم ابو عبد الله العراقي من امريكا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.